ولمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والتساقطات الثلجية، تدابير استعجالية تم اتخاذها لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في المناطق المستهدفة. نتوقف اليوم مع الدور الفعال الذي باشرته وتباشره مصالح الدرك الملكي. زناية لامين. تتلفع جبال الأطلس الكبير برداء أبيض، الثلوج تسطو بجبروت على المنطقة، من علي تبدو الدواوير صغيرة تتنفس ثلجا وصقيعا، أسطح المنازل ترزح تحت ثقل الثلوج. مروحية الدرك الملكي في مهمة مستعجلة، امرأة حامل بدوار تينغرف تعاني سقما، وفريق الدرك الملكي يسارع الزمن لإنقاذ الحامل. في مروحية مجهزة تتلقى المرأة أولى عمليات الإسعاف لتطوي الأجواء صوب مطار ابن ملال، والسرعة والفعالية عملة هؤلاء الرجال. On a pu évacuer la patiente âgée de 37 ans. تمكنا من نقل المريضة التي تبلغ من العمر 37 سنة وهي حامل تنحدر من دوار تينغرف. العملية تمت في مروحية إسعاف مجهزة تلافيا لصعوبة النقل الطرقي بسبب سوء أحوال الطقس. المريضة حالتها مستقرة وتوجهنا بها صوب مطار بني ملال. سيارة الإسعاف نقلتها إلى المستشفى. لا تنتهي مهمة رجال الدرك الملكي، فالمنطقة وعرة وطرقها أثناء فصل الشتاء غير سالكة. أما مساكن الدواوير فهي مشتتة، ومنزل فاطمة بدوار إيغوردان إحداها. فاطمة ذات 20 سنة نفساء تعاني ورضيعها مرضا وتلزمها رعاية طبية. بمروحية رجال الدرك الملكي تتلقى هي الأخرى الإسعافات الأولية، ريثما يتكفل الفريق الطبي بالباقي. تمكنا من نقل شابة في عقدها الثاني رفقة ابنها حديث الولادة في منطقة تطلبت منا تدخلا من هذا المستوى بالنظر لوعورة التضاريس والطقس البارد. ولدى وصولنا لمطار بني ملال كانت السيدة ومولودها في وضعية صحية مستقرة، وتم نقلها في سيارة إسعاف. مهمة غير مستحيلة، تلك هي تدخلات رجال الدرك الملكي. هذه المرة تمرق المروحية فوق أجواء ورزازات وتنغير، تستجلي الدواوير التي عزلتها الثلوج لتنقل المؤونة والأغطية صوب من حالت الأحوال الجوية دون تزودهم بما يلزم من عدة أثناء القر وحين يسجل المحرار أدنى درجاته.